بالملعب التونسي، لانه الحقيقه جمهور الملعب التونسي يعتبرك من المدربين اللي هربتوا. لا لا، شوف ما هربتش، والملعب التونسي شفتوا النتيجه، معناها المنظومه كامله والبطوله كامله شفتوها كيفاش الملعب التونسي كان قبل 3 جولات في الترتيب نتاعو الخامس. شفتوا، خلينا نقول هنا من المنبر هذا، الملعب التونسي تعرض للعديد من المظالم في اخر الموسم، وكريتوا انتم النتيجه قدامكم في الملعب. براش. يكفي باش نقول حاجه برك انا، وراني مش نشكك في حتى حد. ملعب تونسي في 2 مباريات مع النادي الافريقي تزفرت ضده 4 ضربات جزاء، كانوا حاسمين في النتيجه نتاعهم، وشفتوا انتم معناها كل شيء كان واضح في التلفزه. ما نجمش نكون اليوم انا كبش فداء في توجه، حسيت الملعب التونسي باش ينزل مهما كان في الخدمه نتاعك بطبيعه الحال. معناها انا شنو الدور نتاعي في فريق وقت اللي تحس روحك انت كل برا معناها الفريق يتعرض للمظلمه؟ هذا يسكروا الموضوع الثاني، سؤال ثاني.